وافقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة على تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة. وقالت وزارة الصحة الإماراتية إن النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح سينوفارم أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 86%. وقالت أيضا إن سجلت اللقاح رسميا، وذلك بعد أن وافقت على استخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر الماضي. وعن ذلك ينضم إلينا من دبي مراسل الإخبارية عبد اللطيف بخوش. أهلا بك معنا زميلي عبد اللطيف في هذه النشرة. عبد اللطيف، ما هي الإجراءات التي ستعقب تسجيل اللقاح؟ أزل زميلتي جينا، صباح خير وصباح خير لكل متابعي القناة. طبعا وزارة الصحة الإماراتية رسميا اعتمدت اللقاح الذي كان بشراكة مع دولة الصين أو جمهورية الصين، بشراكة أيضا مع هيئة الصحة هنا في أبو ظبي، شركة سينوفارم التي عملت لمدة طويلة على هذا اللقاح بشراكة كما قلت مع هيئة الصحة في أبو ظبي. تجارب كثيرة أجرتها أو هذه الشراكة أثمرت على إنتاج هذا اللقاح. المرحلة الأولى كانت في الصين، المرحلة الثانية هنا في الإمارات، وأيضا في الأردن تجارب كثيرة سريرية أكثر من 3 مراحل. اللقاح جرب على أكثر من 31,000 شخص من 125 جنسية. طبعا النتائج الأولية كما ذكرت زميلتي جينار تشير إلى فعالية هذا اللقاح على الحالات الفعلية المصابة بكورونا ب 86%. أما على التجارب الإقلاب المصلي المتعلقة بالحالات الشديدة والحالات المتوسطة وأيضا كفاعل وقائي أو كعامل وقائي، أيضا تشير النتائج إلى تقريبا 99%، وهو ما يعطي ربما ميزة وتفوق لهذا اللقاح على اللقاحات الأخرى. طبعا الإمارات إلى جانب هذا تجري تجارب أيضا في المرحلة الثالثة مع بالشراكة الروسية مع على اللقاح سبوتنيك. أضيف هنا زميلة الجنرال إلى أن الوزارة تأكدت تقريبا من طبعا من سجل التجارب على فعالية اللقاح، لذلك سمحت اليوم رسميا بتسجيله في الإمارات كخطوة أولى، ثم تأتي خطوة أولى وهي ربما توزيع اللقاح هنا في الإمارات والدول المجاورة، وهي الخطوة المهمة إجراء اللقاح على كل سكان الإمارات هنا. أذكر زميلة الجنار أيضا أن اللقاح كما قلت أثبت نجاعة كبيرة، حيث أنه جرب في سبتمبر الماضي في الحالات الشديدة وأيضا على الخطوط الأمامية هنا في الإمارات التي تواجه فيروس كورونا، خاصة الأطباء والممرضين والشبه الأطقم الطبية في المستشفيات المختلفة والمستشفيات الميدانية المنتشرة هنا في الإمارات التي حاربت هذا الوباء منذ تقريبا 29 يناير الماضي، مدة طويلة جدا. نعم. من ربع حرب ذروس ضد هذا الفيروس. نعم. زميل. نعم. عبد اللطيف، أقول يعني إذن هذا اللقاح ناجح وهو يعطي ماذا؟ كيف رصدت ردود الفعل مع تسجيل اللقاح في الإمارات؟ كيف كانت الردود حول هذا اللقاح؟ أكيد هناك طبعا فرحة واسعة هنا، الجميع هنا تلقى بأريحية هذا الخبر لأنه يفتح بادرة من الأمل، يفتح بادرة من ربما التفاؤل للوصول إلى آخر هذا النفق المظلم. حتى على المستوى الإعلامي هناك زملاء كانوا طبعا في الصف الأول من التجارب طبعا أخذ هذا اللقاح، والكثير من الزملاء أيضا هنا الأطباء أيضا أخذوا اللقاح التجريبي، لكن اليوم مع صدور هذا الخبر الكل هنا مرتاح. على الأقل هناك ضوء في آخر هذا النقف، أن ينتهي هذا ربما الكابوس الذي أرعب العالم وأوقف الاقتصاديات. الإمارات اليوم تعيش مرحلة كما قلت جديدة جدا، وهي مرحلة مهمة جدا، وهي الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب، والاتجاه قدما نحو توزيع هذا اللقاح على مستوى الإمارات، ولما لا توزيع ربما إلى دول الجوار. زميلتي جينار. نعم. نعم. إذن كان معنا من دبي مراسل إخباري عبد اللطيف بخوش. شكرا لك زميلي عبد اللطيف.